اليوم غادي نشوفوا ريفرنسز بالنسبه للناس اللي عندهم مايكروسوفت اوفيس باللغه الانجليزيه. بالنسبه للفرنسي راه تقريبا نفس الجمله, ريفيرونس لي ريفيرونس او ريفيرونس. الوغ بالنسبه لي ريفيرونس, اول حاجه اليوم الدرس اليوم غادي نشوفوا كيفاش نصايبوا طابل, طابل دو ماتيير او تيبل اوف كونتنت. الوغ بالنسبه للتيبل اوف كونتنت الا بغينا نصايبوه, اول حاجه خاصنا نردوا البال واحد القضيه, شنو هي؟ الوغ كيف تشوف معايا الدوكيمون ديالي, انا ديجا مبريباريه مصايبو في الدرس نيت تاع تريتمون دو تيكست. لاحظوا معايا اول حاجه عندي العنوان تريتمون دو تيكست مايكروسوفت وورد. الوغ الا لاحظتوا معايا مشينا لاكوي, غادي نمشيو للستيل القى اوتوماتيكمون سيليكسيوني ليا عنوان كبير. حنا غادي نجيو غنجيو لهاد القضيه, نورمالمون ما تطلعش عنوان كبير, تطلع تايتل فهمتي, او تيتر نيميرو 1 ولا تيتر نيميرو 2 ولا شي حاجه بحال هكذا. بالنسبه لي انايا ديجا طالع مسيليكسيوني, الا مشيت سيليكسيونيت هادي الثاني هاد ديفينيسيون هاد سو تيتر, غنلقاو انه انتقل لي من سيليكسيون تاع عنوان كبير لعنوان صغير او العنوان من الدرجه الاولى. نسميهم بعد القضيه الدرجه الاولى, الدرجه الثانيه, الثالثه, الرابعه, واخا حتى لهنا مزيان ياك. نفس الشيء بالنسبه لهذا العنوان هذا, حتى هو غادي الى سيليكسيونيتو ومشيت قلبت على الستيل اللي اختاريت ليه غنلقاه من الدرجه الاولى. واخا تقول لي علاش هاد المعلومات هادو, هاد المعلومات مهمين باش نصايبو ان طابل دو ماتيير, بمعنى ملي تتكون تطابي نتايا الدوكيمون تاعك ياك. باش نبين لكم القضيه غنمشيو للانسيرسيون, غنديرو نوفيل باج او باج فييرج. الوغ احنا درنا واحد الانسيرسيون تاع باج فييرج, فين هي؟ الوغ وقع لنا مشكل حيت كندير هذيك الاولى سيليكسيوني, ردو البال في هاد القضيه. الوغ نحط الكيرسور هنايا, من الاحسن نحطو حدا تخدمو بحال ما كدا في الاول تاع تخيتمو, وندير انسيرسيون ان باج فييرج. الوغ فوالا هي الباج فييرج مباشره موراها شنو تخيتمو دو تيكس. بالنسبه لهنايا راه دار لي جوج باجات انا ما محتاجهمش. الوغ اش غندير باش نحيد هاد الباج؟ تو سامبلومون شيفت سوبريمي, وهنا غيحيد لينا باج شيفت سوبريمي. الوغ ولات عندنا باج وحده هي اللي محتاجنيت باش ندير فيها الاندكس تاعي. الوغ لاحظوا معايا ان فوا كليكيت بالكيرسور هنايا طلع ليا بلاصه فين ندير العنوان. انا ما عندي ما ندير بالعنوان حاليا, نفترضوا بانك يلا فتحتي باج فييرج وما طلعلكش هاد اللعيبه هادي تاع الستيل اللي جا سيليكسيوني. الوغ ندير انا نورمال. الوغ حنا اخترت ستيل نورمال, ولكن بالنسبه لكم نتوما ان فوا غتفتح مثلا باج دوكيمون ما طلع لكم لا نورم, غالبا ما يطلعش لكم كاع لو ستيل, ما تكونش مسيليكسيوني كاع لو ستيل. ندير نفس لوكا تاعكم فوالا. انا دابا فواحد لوكا تاع انا فتحت باج فييرج ما عندي حتى شي ستيل. الوغ اول حاجه غندير نكتب العنوان تريتمون دو تيكست فوالا. ثاني حاجه ندير مثلا كعنوان ثانوي ديفينيسيون, او اولا كبيره ديفينيسيون. ثاني حاجه غنختار مثلا لو تريتمون دو تيكست تريتمون دو تيكست ايتا واخا ايتا لوجيسيال دو المهم لوجيسيال دو مايكروسوفت اوفيس مثلا, ولا لوجيسيال كي نو بيرمي مثلا, كي نو بيرمي دو موديفيي ان تيكست مثلا. انا عطيتها مثال ماشي بالضروره تكون شي جمله صحيحه, راك تشوفوا راه فيها اخطاء الوغ نصحوا هاد الاخطاء. الوغ كاتب لي انا موديفايد, هادي معلومه ردوا لها البال. هنا غادي نبدل من انجليش نردها للفرونسي بحيث الجرامير والاورثوغرافي تصح لي باللغه الفرنسيه. الوغ غندير لي اوكي. الوغ هنايا غيبدا يشيكي ليا يقول ليا فين كاين عندي الخطا. تريتمنت باقي نفس الديكور. نعاود الثاني فرنش السي محمد سبانين دي تكلمش اوتوماتيكلي اوكي فوالا. الوغ هنا مابقى عندي حتى شي خطا, كلشي هو هذاك. المهم الوغ كيف تلاحظوا معايا هادي التكست عاديه. الوغ من الاحسن نصيحه لكم بالنسبه للناس العاديين الاغلبيه, تيمشي تيدير سيليكسيوني بحال ما هكذا, تبدا خدام تيدير لها سونتري, تيكبر الكتبه, تيدير لها باللون احمر, تيختار لها مثلا واحد النوع تاع الخط, تيدير لها سولينيومون غا ايطاليك مثلا, هذا عنوان. ولكن الا عندك مثلا واحد الدوكيمون فيه 1000
صفحة، واش غتبقى دير كل حاجة لنفس كل عنوان دير لنفس العملية؟ غادي شوية صعيبة. المشكل فين غيكون؟ ماشي هنايا. مثلا انت خدمتي على شي كتاب فيه 300 صفحة مثلا، او بحث فيه 600 صفحة مثلا، وكل حاجة تخدمها بهذه الطريقة عادية، الوغ اش يوقع؟ مثلا بغيتي تبدل الخط، لقيتي واحد المشكل، شنو هو؟ وانا الخط ما مقريش، او ما تيبانش مزيان، او انك اخترتي شي لون مثلا ما تيبانش في الطابلو مثلا، الناس اللي غيشوفوا في الداتا شو ما غاديش يبان لهم الخط مزيان، الوغ خاصك تموديفيي الدوكيمون كامل. واش غتمشي بكل حاجة بحاجة؟ لا، ما يمكنش، شي صعيبة، غادي لك نهار، غادي لك يومين على حسب. الوغ هنا بالنسبة لينا كيفاش غنديرو نحلو هاد المشكل؟ تو سامبلومون غادي نرجع دابا تريتمون دو تكست، فوالا الردة العادية. أنا خدام تندير البحث ديالي، أول حاجة ما غنعكسش، غنديرها مرة واحدة، غندير هاد العملية مرة واحدة وغتفيدني مزيان. شنو هي؟ الوغ تريتمون دو تكست، تنمشي من الديبار تنختارها، تنمشي نختار لو ستيل ديالها. الوغ هما ديجا عاطينا دي ستيل مصايبينهم ياك، تنختار مثلا عنوان كبير، عنوان كبير، انا ديجا هو عطاني عنوان كبير، رد لي اوتوماتيكمون عنوان كبير. بالنسبه لكم يقدر ما يعطيكمش هكذا، يقدر يعطي لكم في الزرق، يعطي لكم في شي حاجه اخرى، ولكن هذا ما تعنيش بانك ما يمكنش تموديفي عليه. بحال مثلا ما عجبنيش هذا اللون الاحمر، غادي نمشي نكليكي باليمين ونمشي للموديفيكاسيون. الوغ من بعد ما طلع لي موديفيكاسيون، غنختار اللون زرق مثلا، ونختار نحيد كاع سميتو الكغا، نحيدها ونقص ليه شويه من الطول، نبطو 26 24 الله يجعل البركه، تايم نيو رومان، ونديرو سونتخي، ولا نختار ما بين الفراغات مثلا، نختار هاد جوج ما يكونش الفراغ بزاف ما بين العنوان والتكست اللي غتبعها. لاحظوا معايا راه بدل لي اللون، غدا اوتوماتيكمون بمعنى دايما تيرجع للديفولت، او تيرجع علاش هو بروغراما. الوغ غنردو احمر مثلا هكذا، لا عفوا انا نردو نختار شي لون اخر، بيربل مزيان، بيربل زوين، او سميتو عندي لا اد تو تمبليت، ونقول لي اوكي فوالا. لاحظوا معايا دابا نمشي لهنايا، انكليكي هنا، باقي عندي لو ستيل، هنا غنحيد هاد لو ستيل، انا نردو نحيد لو ستيل كلير فورماتين، انا حيدت ستيل كاع. الله نمشي لهنايا مثلا، مشيت انا شي باج اخرى مثلا، مشيت شي صفحه اخرى، وكتبت مثلا عنوان اخر مثلا انفورماتيك، 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 فوالا انفورماتيك، تا دا عنوان. الوغ كاين عندي الطريقه، اما نسيليكسيوني ونختار لو ستيل هذا عنوان كبير، ولا كاين الطريقه الاخرى وانني ديجا نكون اخترت ستيل، نكون اخترت ستيل فوالا، نكون انا اصلا اخترت ستيل عنوان كبير، ونبدا خدام انفورماتيك، عفوا انفورماتيك، انفورماتيك، فوالا انفورماتيك. لاحظتوا معايا اوتوماتيك معطاني لو ستيل، باش مزيان هاد القضيه تتسهل عليا القضيه من بعد مزيان. باش غنقول لكم علاش، نمشيو الثاني للديفينيسيون، هذا عنوان ثانوي ياك، ما يمكنش نختار ليه توا عنوان كبير، نختارو هيدين وان، او عنوان اول، عنوان ثاني، عنوان ثالث، عنوان رابع، عنوان خامس، انسي دو سويت. نختار انا عنوان اول، الوغ لاحظوا معايا عنوان اول عطى ليا بهذه الطريقه، حيت انا ديجا مصايب لو ستيل على حسب الكور، اخترت هذا العنوان هذا بحال ما هكذا، عطاني الديفينيسيون، عطى ليا فهاد ميزون فورم. يمكن لي نبدلها ماشي بالضروره، نختار هذا سميتو، ما عجبنيش هذا اللون مثلا، او ما عجبتنيش الكتابه كبيره شويه على العنوان الرئيسي، هنا غادي نقص مثلا ردا 14 16، نديرو كاع 12 12، ونديرو اوكي فوالا، هو ردا ديفينيسيون. ما عجبتنيش هنايا كذلك، غنمشي ثاني نفس لو ستيل، وغادي ندير علاش نبدل في لو ستيل، ما تنبدلش في هادو باش يبقى محتفظ ليا بهاد لو ستيل اللي اخترت باش نطبقو على عناوين اخرين. الوغ موديفي، وهنا غنختار يكون في اليمين مزيان بحال ما هكذا، وندير لي اوكي فوالا. الوغ ديفينيسيو ولات عندي هنايا، الوغ هادي شي تي تكست. الوغ ان تكست انا ديجا عندي لو ستيل مصايب ليها، هي لو تكست، كليكيت على بحال ما هكذا، نفس الحوايج. باش مزيانه هاد القضيه دابا، غتقولي ايوب علاش مزيانه هاد القضيه؟ باش غتفيدنا بالنسبه للريفيرونس، باش غتفيدنا بالنسبه للطابل دو ماتيير هذا تيبل اوف كونتنت. نقول لك باش مزيانه، هو ان هاد اللوجيسيال تاع مايكروسوفت اوفيس، هاد اللوجيسيال دابليكاسيون، تيمكننا باش ان تيتمكن انه باش يعرف كل حاجه فين كاينه، بحال تيعرف البلان تاع الدار، عارف هذا بان بحال مثلا بلان تاع الدار فيها، عارف بان هذا راه بوترين، هذا راه سميتو، راه هذا حيط، هذا بحال ما هكذا، تقول لي هذا راه عنوان اولي، عنوان ثانوي، عنوان انسي دو سويت ياك.
هذه العملية هذه هي اللي قمت بها أنا في الدوكيمون تاعي. لاحظوا معايا، الوغ عندي العنوان ها هو، عندي ديفينيسيون درتها ثانيا صغير، ثانيا كبير، ثانيا رومانية. علاش حطيتها ثانيا رومانية؟ حيت هذه ديجا خدات أولا رومانية، إلا مسحتها هذه، لاحظوا معايا إلا مسحتها هذه غيوقع في الآخرين. شوفوا ولات، عفوا ها، إذا كاينة أولا كبيرة، فوالا هاهي ردت عليا أولا كبيرة وهذه ثانيا صغيرة. رديت البال، في الأول كانت ثانيا ولكن تعطل شوية باش يعاود يدير الميزاجور للدوكيمون كامل. هنا أنا تحمش درت شي غلط. ألوغ لاحظوا معايا، ألوغ ردت أولا، هذه ردت ثانيا، أنسي دو سويت، بمعنى تتغير في شي وحدة فيهم هادو أوتوماتيكمون الآخرين تيتغيروا. علاش؟ حيت كلهم بحال قلتي مرتبطين مع بعضياتهم، مرتبطين، واللوجيسيال عارف بان هادو راه عناوين ثانويه، فبالتالي تيرتبهم حتى على حسب الترتيب ديالهم بالنسبه لي بيس. صافي، وهذه التاكس هذه اون فوا كليكي بحال ما هكذا غنلقى بانها راه تسيليكسيونات لي هنا في لو ستيل. ها هي لو ستيل، ها هو بان راه تاكس. الا كليكيت هنايا غيطلع ليا راه هيدين نمبر 11، هذا راه عنوان من الدرجه 11، انا اخترت لي هذيك السميه، ماشي مشكل. نفس الشيء بالنسبه لهذا، هذا لا، هذا الا كليكيت عليه بحال ما كدا غير ما يعطيني والو هنايا، ولكن لا هبط هذا الطابلو هذا غيعطيني بان راه التايتل رقم 2 من الدرجه الثانيه. ها هو نكليك تبدل لي بزاف تاع الحوايج، ماشي مشكل، حتى هنا كله تمام. واخ، بمعنى هنا دابا ولات عندي لوجيسيال دابليكاسيون اللي هو مايكروسوفت اوفيس، ولا عارف كل حاجه اش تعني في هذا الدوكيمون. الوغ غنحيد انا هاد ليكزومبل اللي عطيت هنايا، ودائما حنا في باج فيرج، حتى لما عرفتيش كيفاش تاجوتي اون باج فيرج، تو سامبلومون غتمشي للانسيرسيون عندك تما بالفرونسي او انزرت باللونجلي، غتمشي للبيجز وغتختار بلاك بيجز. بالنسبه ليكم تما غتلقاو باج فيرج، الوغ غتكليكي غيعطيك باج هنايا. كيفاش تحيد هذيك الباج الا كثرتي كليكيتي اكثر من مره؟ ما عليك الا غتحط الكيرسور في ديك الباج اللي تزادت وغدير شيفت وسيبريمي، او شيفت او حذف، او حط الكيرسور ودير حذف. فوالا هنايا حتى لهنا مزيان. دابا قلنا حنا دابا لوجيسيال دابليكاسيون ولا عارف كل حاجه اش كيتا تعني هنايا. انا راه ما حدينا تنخدم في الكور، وانا تنبغي نكتب مثلا، نعطيكم مثال، تنبغي نكتب مثلا هاد التكست هادي، تنمشي تنختار لو ستيل، طريقه الخدمه تمشي تختار لو ستيل، هادي تكست، هادي تكست، تمشي نختار لو تكست وتنبدا نطابي، او انا تندير كوبي كولي على حسب انت واش بغيتي تخدم في داك الكور تاعك. صافي بحال ما قدرت، تجي العنوان مثلا من الدرجه الثالثه، تمشي هنايا تنختار لو ستيل من الدرجه الثالثه مثلا، تنكليكي بحال ما هكذا وتنكتب العنوان تاعي، اللوجيسيل غادي تيفهم، تيفهم، تيعرف بان كل حاجه فين كاينه. سي دو سويت صايبت الكور تاعي بحال ما هكذا. دابا بغيت نصايب ليه واحد الانديكس، او بغيت نصايب ليه واحد الطاب دوماتيك. دابا مادام هو عارف دابا كل حاجه فين كاينه، باش نعرف بانه راه عارف كل حاجه فين كاينه، كاينه طريقه. شنو هي؟ تمشي الافيشاج بالنسبه لكم انتم في اللغه الفرنسيه اي فيو، ومن بعد تمشي نافيغيشن بان، او واقيلا عندكم تما غتكون فولت دو نافيغاسيون واقيلا. الوغ غندير نافيغاسيون بان، الوغ غيطلع لي نافيغاسيون، غيطلع لي هاد لي باج كاملين. انا ماشي غرضي بهادو، غرضي بهادو، نشوف بعدا هو كيفاش فهم الدوكيمون ديالي. ها كيفاش فهمو؟ الوغ كاينين العناوين الرئيسيه هما الاول والثاني والثالث، بمعنى عناوين اوليه من الدرجه الاولى الثانيه، وفي هاد الثانيه كاين عندنا دي لي غوبون فيها من الدرجه الثالثه، وفي وسط هاد لي غوبون كذلك كاينين من الدرجه الرابعه، واخا انا ما كاينينش هنايا، انا نرجع لهم وانسي دو سويت. هكذا غيطلع ليا، كيف تشوفوا هاد الطابلو، هاد الانديكس هذا، هكذا غيطلع ليا انا هنايا. هنا غادي يقدر يبان لكم بعض المشاكل، شنو هما؟ بحالاش عندني واحد جوج ثلاثه اربعه، هنا ما كاين والو. الوغ غادي نمشي نشوف اش واقع هنايا بالضبط هنايا. الوغ لاحظوا معايا، انا عطاني بالصفر، الوغ الصفر كيف تعرفوا لون ما باينش. غنمشي سميتو لاكوي، غنمشي نشوف شنو هو لو ستيل اللي اخترت. الوغ اخترت هيدين تروا، هاد الهيدين تروا ما متفقش معاه في من ناحية اللون. اش غندير؟ غنكليكي بحال ما هكدا، ندير لي موديفي، غنحيد نبدل اللون ونردو اخضر مثلا، ومن بعد غنكبر الخط ردو 14، وغادي نختار تايم رومان بحال ما هكدا. انا فوالا ندير لي بولد وندير لي سولينيومون. صافي، هادو هما الخط اللي يمكن ليا ندير مثلا فهاد الويندو، وندير لي اوكي. الوغ لاحظوا معايا، الوغ تبدلات. الوغ غادي تجي نجي للخرين، لاحظوا معايا الخرين اوتوماتيكمون تا هما شنو هو؟ طابل دو ماتيا، غادي اوتوماتيكمون تا يخدات نفس الستيل. دابا غادي نمشي لواحد القضية أخرى، دابا غادي ندير لهم لي بوس
حيت ضروري من لي بوس باش نفرق بيناتهم. الوغ تتكليكي لا كونترول وتدوز الكيرسور بحال ما كدا تاع السيليكسيونمون، وتبقى مكليكي لا كونترول تحاول دير واحد ديفيلمون، ومن بعد تعاود تكليكي الثاني كذلك على كونترول. بالنسبه لي انايا ما كنكليكي على السي ام دي او الاوامر، وغنبقى برك على السي ام تي وندوز هادي حتى هي. الوغ انا هما ثلاثه بعدا هما كلهم سيليكسيوني. غنمشي لي بوس، هادو لي بوس او لي بوليتس في لونجلي او نمبرين، نختار ا بي سي. الوغ لاحظوا معايا، الوغ غادي يعطي نيميرو ا، عطاها ا، غادي يعطيها بي، غادي يعطيها سي. نشوف شكون هي دي، لقينا دي ولكن فين هي. الوغ هنا عندي مشكل، انا كان واحد العنوان ماشي مشكل، ماشي مشكل. حنا تا هو نسيليكسيوني بحال ما كدا وندير الطق. الوغ عطاها دي، علاش؟ تبع نفس الترقيم. واخا حتى لهنا مزيان. لاحظوا معايا هنا اش وقع بالنسبه ليا الغيبون، عفوا بالنسبه سميتو النافيغاسيون. الوغ ولات عندي 1 2 3 4 سان، عفوا حتى ل 4، ودخل عندي ا بي سي دي، عاد باش رجع لسان. بمعنى هذا ولا عندي عناوين الدرجه الرابعه. صافي هنا تتبين هذا الشيء اللي تشوفوه هنا هو اللي غيتحط في الاندكس. الوغ كيفاش غنصايب انا الاندكس تاعي او طابل دو ماتيير؟ تو سامبلومون غادي نطلع لفوق بحال ما هكدا حتى لهنايا الباج الفيرج اللي بغيت نكون فيها الطابل دو ماتيير ديالي. اش غندير؟ تو سامبلومون غادي نمشي للريفرنسز وندير تيبل اوف كونتنت. عندك جوج طرق، يا اما تختار اوتوماتيكمون، انا لا نختار كاستم اوف كونتنت، نختار شي حاجه على حسب الذوق ديالي. الوغ تيعجبني بزاف انا نختار ديستانكتيف بحال ما هكذا. من بعد نختار هاد النوع تاع الخط مزيان ديريكت باش الانسان يتبع مع الخط يوصل للرقم. صافي هنا واحد القضيه، هنا يوز ايبر لينك انستيد اوف بيج نمبر. بالنسبه لكم على حسب الميكروسوفت اوفيس اللي عندكم تقدروا تلقاوها هنايا، او تقدروا تلقاوها في واحد تكون واحد الباج شويه، واحد الفنادق شويه كبيره تكون هنا واحد بوان دو كوشاج ولا ماشي يقول لها. المهم بحال ما كتكوشي على اساس انه يدير لك ايبر لينك. شنو هي ايبر لينك؟ وانا اون فوا كليكي مثلا على التيتر هذا يديني بالضبط لهذاك التيتر. القضيه الاخرى اللي بغيت نشير ليها هو ان تالين بغيتي تمشي في سميتو في لي تيتر اللي وري هنايا. الوغ انا حاليا ندير عندي اربعه لي ستيل تاع لي تيتر، الوغ مشيت حتى اربعه. يمكن لي نقص الا درت ثلاثه، الا درت ثلاثه هادو راه ما يبانوش ليا في الاندكس. ولكن انا لاحظوا معايا عندي لي تيتر الاول، النوع الاول، عندي النوع الثاني، النوع الثالث، وهاد ا بي سي دي هو النوع الرابع. بمعنى من الاحسن نمشي للنيفو 4، عفوا نيفو 4، غنمشي نيفو 4 وندير ليه اوكي. راه اون فوا غنكليكي على اوكي قال لي دو يو وونت تو ريبليس، واش بغيتي ترومبلاسي الاندكس الاول؟ قلت ليه واخا ماشي مشكل، تسنى واحد شوية. راه ما طلعش، علاش؟ المشكل تاع الكيرسور. اوه واحد الخطأ كبير ارتكبت. شناهو؟ وانا الكيرسور ما عقلتش فين حطيت، واش قيل هنا الكيرسور فين حطيت؟ هنا في تي ار. نشوفو الانديكس فين تحط لينا. واخا باش نفيتيو هذا المشكل غادي نعاود نرجع ونحاول الكيرسور يكون هنا، ونمشي تيبل اوف كونتنت وندير كاستم تيبل اوف كونتنت. نختار نفس الحوايج مودرن هاد المرة ولا فورمال مزيان، ونقول ليه اوكي. ريبليس دي تيبل اوف كونتنت، فين هو التيبل دو كونتنت؟ بعدا انت غادي تحطو بعدا. اوه فين تيحط هاد التيبل دو كونتنت؟ شوف دابا الا خدنا والله ما عرفتش نحط لهاد التيبل دو كونتنت. واخا نعاودو نرجعو، كاين عندي شي مشكل، شناهو؟ الله اعلم. واخا هاد الباج دو فيرج نحيد ما انا كاع حيت دايرة ليا مشاكل. فوالا غنمشي تالي نأجوتي نأجوتي واحد الباج جديدة بلانك بيج. فوالا غنمشي نحط الكيرسور ديالي هنا. هنا غنمشي لانسرز كوم هوم هوم، وندير ريفرنس، ونمشي اجوتي كاستم تابل اوف بيج. فوالا كله تمام، بلينا كل شيء هو هذاك. ايه خا اوكي نو فوالا
الخطأ اللي ارتكبته هو ما كنتش نقرا ما تنقراش الميساج كامل تاع زربان. الوغ فوالا، لاحظوا معايا، ها هما العناوين الاولين، الثانيين، الثالثين، والعناوين الرابعين، و تيكمل على الثالثين، خمسة، ستة، انتي دي. واخا دابا الى كليكيت على ريفيرنسز، لاحظوا تديني ديريكت ريفيرنسز. وهذا كانت الحصة تاعتنا اليوم، ونشوفكم في حصة اخرى ان شاء الله مع حاجة اخرى تاني جديدة. بالنسبة لهنايا غندير واحد القضية بسيطة، شنو هي؟ غنختار اندكس، غندير عنوان كبير، اخترت الستيل هنا، غنكتب اندكس، فوالا ها هي اندكس بحال ما هكذا، فوالا طابل دماتيغ فيه كل شيء. وشكرا حتى لهنا، ان شاء الله نشوفكم عتاني في الحصة الجاية اللي غنشوفو فيها المايلين، او غنكمل على هاد الاخرين، هاد لي زوبسيون اخرين اللي كاينين في ريفيرنسز، تنساليوهم وندوزو المايلين او ما يسمى بالبيبلي بوستاج بالنسبة للناس اللي عندهم مايكروسوفت اوفيس بالفرنسية. وشكرا، الى اللقاء، القاكم في الفيديو المقبل او الحصة المقبلة. شكرا.